حتى هذا الوقت لا زال بعض الناس يسلط سهام النقد على الفصائل المجاهدة، وأنهم الذين تسببوا بذلك، وأنهم فعلوا وفعلوا، ولا زال يتبع زلاتهم ويلقي عليهم اللائمة. هذا أقل ما يقال فيه، أقل ما يقال فيه أنه جهل وحمق، بل هو خسة ودناءة ونذالة لا يقبله الإسلام وتأباه الرجولة والشهامة، لأن هذا نوع من الشماتة بمصاب المسلمين. المسلمون يذبحون وتسلط عليهم آلات القتل بأنواعها، وينقل ما يحصل لهم على الهواء مباشرة، وهذا الجاهل يسلط سهام النقد على إخوانه، يسلط سهام النقد على الضحية ويترك الجاني. الجاني قد سلم من لسانه، والمعتدي قد سلم من لسانه، والمتخاذل والمتواطئ عن نصرته قد سلم من لسانه، وإنما لسانه صب على من؟ على الضحية، على المبتلى، على من اغتصبت أرضه وانتهكت حرماته وضيق عليه وانتهكت مقدساته.